Salamu alaikum. Tukavuloi Ruanda. Utsindo ukoroni namasi bihugu byayo goje Afrika yose nonuraganye bwigenge tugukomeye uko turi twese. Assalamu alaikum lilkomhuriya tunisia alarabiya. الأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، سعادة السفير صالح حبيبة سفير جمهورية رواندا بمصر، السادة أعضاء مجلس النواب، السيدات والسادة الحضور، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. إنه لمن دواعي سرور أن تستقبل محافظة الجيزة وعلى بقعة غالية من أرضها وبالقرب من هرم سقارة، أحد معالم أولى الحضارات التي شهدها النيل، التي شهد النيل على نشأتها ويمثل شريان الحياة لها. وكانت حضارتنا الفرعونية شاهدا على ذلك، فلولا نهر النيل ما استقر الإنسان المصري على ضفافه، ونشأت حضارة يتحاكى بها العالم ويكون أحد أهم الروابط التي تربط بلدينا العزيز بالكثير من الدول الإفريقية ومنها جمهورية رواندا الصديقة. ويأتي مشروعنا اليوم ويتكاتف بين أبناؤنا المصريين والروانديين ليزرعوا الأشجار مؤكدين على عمق الروابط بين بلدينا وشعبينا،
وليؤكدوا على أهمية تكاتف الجميع في مواجهة أي صعاب يمكن أن تواجهنا، ومنها الحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والحماية من التلوث البيئي. واليوم تشاركنا جمهورية رواندا وأبناؤها في زراعة 100 شجرة من أشجار البامبو يغرسها ثويا أبناؤنا المصريين والروانديين، وندعم بها روابط الصداقة والمحبة والأخاء بين بلدينا. فمصر ورواندا تربطهما علاقات قوية ليست سياسية فقط أو دبلوماسية، ولكنهما مرتبطان جغرافيا بنهر النيل. وأود أن أشير بتلك التجربة التي ترعاها وتنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع سعادة سفير رواندا في إطار حملة أزرع شجرة في حوض النيل. وأؤكد على دعم محافظة الجيزة لمثل هذه المبادرات التي تعكس نفعا كبيرا على المواطنين، وخاصة أن مصر تفتقر للغابات، فإن التوسع في مثل هذه المشروعات لا يحد فقط من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بل يمثل مصدر للدخل كشكل من أشكال المشروعات التنموية. وجميعا يتمنى أن يرى التكامل والتعاون بين دول القارة الإفريقية وفق الرؤية التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة، لتحقيق حياة أفضل لكل شعوب القارة الإفريقية. وفي النهاية أود أن أشكر كل من شاركونا الحدث اليوم وساهموا في إخراجه على الوجه الأمثل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الوزير، معالي الوالي، أعضاء البرلمان الموجودين، أبناء الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم شكرنا وتقديرنا إلى هذا الشعب العظيم، شعب مصر العربية. نقدم إليكم في نفس الوقت تحياتي من إخوانكم من منبع النيل. يعني الاكتشافات الأخيرة تشير إلى أن أقصى منبع النيل توجد في غابات الإفريقية المترقعة في رواندا بالتحديد في نيونغوي. هذا يعتبر أقصى منبع نيل. إذا كان المنبع في رواندا وآخر مستفيد في مصر، يعني العلاقة بين مصر ورواندا مش علاقة دبلوماسية أو سياسية، بل علاقة ربانية الذي جعل في الماء حياة. لذلك عليكم أن تعلموا إخوانكم في رواندا، الناس الذين عانوا من المجزرة والتطهير العرقي في سنة 1994، حيث فقدنا من قبيلة التوتسي أكثر من 1,000,000 بشر في 100 يوم، قتلوا ذبحا ورموهم كذلك في نهر النيل. كان هناك التعليمات وإرشادات من المثقفين، ومن ضمنهم ليو موجيسيرا. هذا الرجل قال في سنة 1992 قبل المجزرة بسنتين، قال: الخطأ الذي ارتكبناه في سنة 1959 هو أننا تركناكم وخرجتم من رواندا أحياء. ومن ضمن هؤلاء الناس الذين خرجوا من رواندا سنة 1959، من ضمنهم فخامة الرئيس بول كاغامي الذي كان عمره حينئذ 3 سنوات. صار هذا موجيسيرا، اللي هو موجيسيرا سنة 1992 قال: المخالفة الغلط الذي ارتكبناه وأننا تركناكم وخرجتم من رواندا، ولكن هذه المرة سنقتلكم ونرموكم في نهر النيل ونرميكم في نيابورونغو الذي يؤد يكون نهر النيل، وترجعوا إلى أصولكم. هكذا قال موجيسيرا: سنرميكم
في نيامرونغو وترجعوا إلى أصولكم. كأنه يشير إلى أن أصل الرونديين أصلا من مصر، هكذا يظن. ولكن في نفس الوقت عندما نرى هذه التجربة والمعاناة من هذا المثقف مدرس في الجامعة في كندا، يجب أن نشارك ذلك إلى أن هناك ما تسمى بأبقار فرعونية. أبقار فرعونية ذوي القرون الطويلة هي نزحت، هذه الأبقار نزحت ونزلت على شواطئ النيل حتى وصلت في رواندا. عندنا في رواندا نسميها سينيامبو. هذه الأبقار تعتبر أبقار فرعونية. صار تلك الشخامة، القوة والعظمة التي تعرف هنا في الأبقار الفرعونية حيث تضعون كرة العالم في قرونها، نفس الشيء عندنا في رواندا. نقول أن إنيامبو رمز الشجاعة، رمز الحرية، رمز الثروة. صار ما بين رواندا ومصر هناك علاقة دموية، زد مش دموية قطع الناس، الدم، علاقة الدم، علاقة الدم. علينا أن نشير إلى أن الإنسان المصري هو الإنسان الإفريقي الحقيقي، لأن هذا الإنسان المصري يشرب من 10 دول إفريقية ترابا. الإنسان يتكون من التراب والماء. صار الإنسان المصري هو الإنسان الوحيد في إفريقيا الذي يشرب تراب وماء 10 دول إفريقية. لذلك كما ترون في طرقات مصر والقاهرة العظمة والبنية الإفريقي لا يوجد في سوانا من الدول إلا في مصر. إنسان طويل، إنسان عريض، إنسان قوي. حتى هذه الساعة إنسان الذي بنى الأهرامات بدون الماكينات. صار هذا الإنسان الإفريقي، هذا الإنسان الإفريقي الذي يفتخر برئيسه عبد الفتاح السيسي فتاح إفريقيا، الذي أشار إلى أنه عربي لسانا وإفريقي أصولا وأصلا. هذه هي العودة، العودة إلى إفريقيا، العودة حيث نبدأ، من حيث ترك جماعة عبد الناصر البطل الراحل، الإنسان الذي أرسل آخر جندي ونفق آخر قرش من ميزات مصر محررا إفريقيا سياسيا. وها عبد الفتاح السيسي وبول كاغامي يتجهان إلى تحرير إفريقيا اقتصاديا. لذلك عندما يكمل فخامة الرئيس بول كاغامي زعامة إفريقيا، يأخذ مباشرة فخامة عبد الفتاح السيسي ليواصل، حيث نريد أن نرى إفريقيا قادرة وقادمة. إخواني، قررنا أن نأتي لهنا لزراعة الشجر، وقلنا التشجير من أجل النيل. هؤلاء الطلبة كلهم يعيشون هنا، يأكلون من هنا، لهم مسؤولية زراعة الأشجار والحفاظ على هذا الماء. زد عليها أننا عندما نقول أن الماء سيقل، أصلا الماء لا يزيد إلا بشرط واحد، مواجهة التصحر. عندما تزرع الشجرة يزيد المطر ويزيد الماء في النيل، لذلك جئنا لنزرع الشجرة حتى يزيد الماء في النيل. السياسة المائية نتركها لفخامة الرئيس السيسي وفخامة الرئيس بول كاغامي، لأن الاثنين يتجهان في اتجاه واحد، تحرير إفريقيا اقتصاديا بالكامل. نأتي إلى هنا إخواني، نقول لكم أننا جاهزون، وأعلن من هذا المنص أن كل آخر سبت لكل شهر عندنا في رواندا نعمل ما نسميه أموغاندا. أموغاندا في بدل الحين تقول عمل تطوعي، والعكس من عمل تطوعي يعني عمل إجباري. كلاهما عندي لا يعني شيء، مش تطوعي ولا إجباري، ولكن عمل وطني، عمل وطني. سنكون هنا في كل آخر سبت لكل شهر، أنا وطلابي وطلبة سنكون هنا لنقوم بأموغاندا لتنظيف هذا النهر العظيم، ونأخذ منه الأكياس، ونأخذ منه كل حاجات حتى أزيد الماء، حتى أزيد الماء. هذا أعلنه أمامكم اليوم
أننا سنقيم أوغندا في كل شهر آخر سبت لكل شهر سنقيم أوغندا هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أول حاجة بنهني حضرتك على تولي المنصب الأول محافظة أزورها بعد التشكيل بتاع المحافظين الحركة والمحافظين التحرير. بنهني حضرتك من محافظة الجيزة أخي العزيز السفير الشيخ صالح. إحنا سعداء النهاردة بالتعالية دي. إحنا جايين علشان جزء منها إن إحنا نعرف بقيمة المية. المحافظة على المجاري المائية من التلوث دوت أحد المصارف اللي إحنا بنحاول نقضيها، وإحنا شايفين الحالة بتاعت المصارف. لازم كلنا نحافظ على المجاري المائية من التلوث، وده هدف أساسي. إحنا النهاردة جايبين الجالية بتاعت رواندا، الطلبة اللي بيدرسوا في مصر، بمبادرة من السفير الشيخ صالح ان احنا نزرع شجره. وهو اصر ان هو يزرع 101 شجره. لما قلت له احنا عايزين نزرع 1000 شجره قال لي لا تزرعوا 100 بس عشان المبادره دي بتاعتي. فاحنا احترمنا الطلب بتاع سياده السفير، وفي نفس الوقت نعمل حاجه تنشر الوعي باهميه الحفاظ على المجاري المائيه وتشجيرها وعدم القاء الكمامه فيها. زي ما قال معالي السفير ان هو في رواندا يوم كل شهر اسمه أمواندا موجاندا دوت، علشان يعني بيخرجوا يا إما بينظفوا الشوارع أو بيعملوا عمل تطوعي. إحنا مش أقل من رواندا، لازم كلنا نبقى بنفس الروح ونتعلم العادة الجميلة دي لأنها سنة حسنة. وان شاء الله يعني احنا يعني في رواندا انا عارف ان هم كل يوم سبت كل اول سبت في كل شهر بيخرجوا يكنسوا الشوارع وينظفوا البيئه بتاعتهم. عشان كده لما بنروح رواندا بنلاقيها من انظف البلاد اللي انا زرتها على مستوى العالم ومن احلى البلاد. ومن هنا برضه انا بشجع كل المصريين ان هم يسافروا في افريقيا. افريقيا بلاد جميله، وخصوصا دول حوض النيل، وخصوصا بالاخص رواندا الجميله. اهلها شعب طيب وبيحبوا المصريين، وفي كل افريقيا بيرحبوا بالمصريين. فانا بشجع الجميع ان هم يروحوا ويستثمروا ويشتغلوا في دول حوض النيل وفي افريقيا وفي رواندا. احنا بنرحب بكل الزملاء الجاليه الروانديه في القاهره، بنرحب بالاعلام باعضاء مجلس النواب، طلبة ولادنا اللي احنا زنبناهم في الشمس شويه بس انا متهيألي ممكن تبقى مثمره ليكم. احنا جايبينكم ليه الطلبه؟ علشان احنا هنزرع 201 شجره، فكل واحد هيبقى مسؤول عن شجره من دولك. يعني احنا هنسيب الشجر ونمشي، بس انتوا كل واحد هتبقى الشجره بتاعته هو اللي يجي يرويها ويرعيها ويتابعها في النمو بتاعها، بحيث ان احنا ان شاء الله تبقى عاده مستمره. لو احنا كل شهر كل مدرسه عملت 200 شجرة، تخيلوا احنا المصرف دوت بخلال سنة هيبقى شكله ايه؟ لما كل المدارس تحصل، وهنعمل فعاليات بإذن الله بحيث يبقى في استمرارية للعمل دوت، سواء في التنظيف أو في زراعة الشجر أو في تطهير المجاري المائية، لأن طهارة المجاري المائية بتمكننا إن احنا المية توصل للنهايات وتوصل لكل الناس ونحل الأزمات. مية المصارف ديت العكس، بعكس كل دول حوض النيل، احنا الدولة الوحيدة اللي في أفريقيا ان احنا بنعيد استخدام الميه. فميه الصرف الزراعي اللي موجوده ديت بنعيد استخدامها 4 و5 مرات. عشان كده الحفاظ عليها من التلوث ده واجب علينا كلنا، ولازم يكون الوعي بين ابنائنا في طلبه المدارس وعلى كل المستويات ان القاء اي كمامه ده اذى لينا كلنا ويبعمل لنا ازمات ميه. التشجير مهم علشان نحسن البيئه ونحسن الهواء ونقلل التلوث، وفي نفس الوقت يبقى في جزء برضه اللي هو تطهير او محافظه على المجاري المائيه من التلوث. انا بشكركم جميعا انه يبتدي الفعاليات. مش عايز اطول عليكم لان احنا قعدنا في الشمس شويه وقعدناكم في الشمس شويه، لو ان الشمس بتاعت القاهره جميله واحنا بنحب ان احنا نقعد في الشمس يعني. شكرا جزيلا.